صراحة الشرح ديالو كان في المتناول، زعما شرح لي دي زانفورماسيون انا ما كنتش كنعرفهم من قبل. وصراحة التكنولوجيا ما كانش مأثراني بزاف من قبل، دابا ولا نخدم عليها اكثر، وغادي نحاول انه نبدا نخدم على المستقبل ديالي من دابا، باش انه التكنولوجيا ما حتيش غتعاودنا التكنولوجيا من هنا لقدام، حتى الا ولات بزاف في العالم. بوزيتيف بين انا تكون بوزيتيف، شي كتعاوننا في المدرسه، كتعاوننا في الزنقه، تقدر انت تكون غير غادي في الزنقه تصادف شي حاجه تكنولوجيه. كنساهم انهم يبداو يخدموا على المستقبل ديالهم من دابا، ويحاولوا انهم هذا الشيء يستغلوه، ما حدو موجود بوفره. زعما تبعت الشرح ديال الاستاذ اللي عرفنا على الموقع ديال الذكاء الاصطناعي ميزو، وشنو ممكن الاساتذه باش شنو غينفع الاساتذه وباش ينفعنا بصفتنا احنا التلاميذ. بالنسبه لينا احنا راه غينفعنا مزيان، حيت الاستاذ ما يمكنش لي يبقى يدرسنا النهار كامل، بحال اللي قرانا الاستاذ في القسم كنمشي تي المنزل راه غادي تراجع فيه هو، وغيسهل عليك حيت ما غاديش في القسم ما يكونش عندك ديك، غتكون واحد الانطوائي في القسم، ولكن في المنزل غتكون عندك واحد الحريه في الهضره معاه. صراحه انا عجبني الشرح بزاف، حيت انا عزيزه عليا الحصه ديال التكنولوجيا، وبالاخص كنت من الصغر ديالي وكنحلم نكون مهندسه في الذكاء الاصطناعي. فقط اللي عرفتو وكيبقى داك ديك لانتيراكسيون بينه وبين هذا، اون بليس دو سا الاستاذ كيلقى داك ليد ديالو، عطاه واحد لو ريزومي على البروبليم اللي عند اللي كانت صدفه، هو ان سي عمر كعب اللي هو مهندس كفاءه من الكفاءات اللي يمكن يعتزوا بها في هذه البلاد، هو خريج مدرسه محمديه للمهندسين وكيشتغل الان في اوروبا في اطار البحث ديالو داك الشيء. تلاقيتو هضر لي على اون بلاتفورم ديال الذكاء الاصطناعي اللي هما طلقوها واحد المجموعه ديال الشباب، 10 منهم ثلاثه مغاربه، خاصه بالذكاء الاصطناعي في مجال التدريس، في مجال الدعم التربوي. من خلاله حسب اللي تيقول لي ان السرعه ديال تطوير هذا المجال في مجال ديال التربيه والتعليم هي سرعه فائقه جدا، والهوه ما بيننا وما بين اللي كيتبناو هذه الوسائل هذه وهذه التقنيات، الهوه غادي وكتسع. هاد الوليدات اللي هما مغاربه، ثلاثه هما وسط من 10، تيقول لك اودي حنا بغينا البلاد تستافد، يعني بغينا ولادنا ولاد الشعب المغربي يستافدوا من داك الشيء. حنا في ديك الظروف اللي كنعيشوا حاليا ديال التوقف ديال الدراسه مع الاضرابات معنا، كنفكروا في طريقه ديال كيفاش يمكن نستدركوا، كيفاش يمكن نتبناوا الدعم، نديروا خطه ديال الدعم. وهنا جيت انا السي عمر اقترح على رئيس المؤسسه، على المدير، اننا كيفاش علاش ما نفكروش اننا نعتمدوا اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي كمشروع ديال المؤسسة، نطوروه في هذه المؤسسة هذه، ناخذوا خاصة أن أصحاب المشروع عبروا على أنهم مستعدين يتعاونوا معنا، أنهم يديروا تكوين الأساتذة في الباب، وأنهم يبقوا يتواصلوا معنا، عندهم خبراء تقنيين في الهندسة المعلوماتية، وعندهم خبراء تربويين، يعني حتى عندهم خبرة في مجال اعتماد الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم، يعني في المجال البيداغوجي. وهنا جا هاد الجلسه الاولى هي بمثابه عرض ديال الفكره، على اساس اننا حنا غادي نديروا واحد الكوميتي ديال بيلوطاج ديال المشروع، كيفاش نبداو المرحله ديال التكوين ديال واحد المجموعه من الاساتذه اللي غادي يمكن يمروا التكوينات الباقيه. نتمناو اننا ننجحوا في مؤسسه التجربه في مؤسسه تعليميه عموميه، لما لا، رغم ان الامكانيات محدوده ومحدوده جدا، ولكن نتمناو اننا غنشوفوا جهات ممكن اللي يقدر يشجع معنا هذه الفكره ويدعمها، على اساس ان نديرو لها تقييم ونعرضوا التجربه اللي ممكن نطوروها انها تعدى الاسوار ديال هذه المؤسسات في مؤسسات عموميه اخرى. هادشي علاش في اليوم كان معنا رئيس ديال الثانويه التاهيليه، وكان معنا مدير ديال المؤسسه الابتدائيه، كانوا موجهين باش يمكن نفتحوا على الحوض على بقيه المؤسسات التعليميه اللي كاينه هنا في المدينه. ونتمناو ان مادام هذه فكره مغربيه ان اللي طوروها مغاربه، علاش ما تستافدش من البلاد في المستوى على المستوى الاعتماد التكنولوجيا الرائده، راه اخر ما كاين في مجال الذكاء الاصطناعي بالنسبه للتعليم.
هذا الشيء تطلق في شهر 11 يعني نوفمبر اللي فات، باقي ما كملت شهرين باش بدات التجربه هذه. وراك السوق كما قال السي عمر انا نعتمدوها الكوريين الامريكيين، علاش ما نعتمدوهاش حنا وخاصه ولاد البلاد هما اللي طوروها؟ هاد البلاتفورم ميزو كتستعمل لا تكنولوجي اللي هي سيميلير لكشي كاين في تشات جي بي تي، كنستعملوا اخر لا ديرنيغ فيرسيون ديال تشات جي بي تي، والهدف منها هو اننا نقربوا هذه نوفيل تكنولوجي من التعليم ومن الاساتذه باش يستعملوه في القسم ويستعملوه بور لو سوتيان ويستعملوه في المراجعه مع التلاميذ ديالهم. عمر كيفاش جاتكم الفكره انكم تطرحوا هذا المشروع في المدارس العموميه؟ هو الصراحة اللقاء مع مجموعة ديال الأساتذة اللي تبارك الله عليهم ils sont très كنقولوا بينيفول وباغين يوصلوا لو ماكسيموم، باغين يديروا لو ماكسيموم اللي في جهدهم على قبل التلاميذ ديالهم. وفي الاول صراحه نوتخ ما كانش عندنا ما كناش موجودين ان غادي نلقاو هذا الترحيب بحال هكا وهذا لونتوزياسم، وقلنا علاش لا، لان ما يمكنش هذه التكنولوجي يبقاو محتكرينهم الناس اللي عندهم بلوس دو مويان. قلنا لو بوبليك هو لو غران والمجال الكبير اللي يمكن لينا نعطيو فيه لو ماكسيموم ديال الامباكت. وبصراحة انا تفاجأت بان يكونوا هاد الناس كاملين حاضرين وهاد النيفو ديال لونتوزياسم اللي يكون حاضر لهاد الدرجه. هاد لو بروميير كونتاكت، هاد لا بريزونطاسيون ديال لو برودوي كانت غير باش نجسوا النبض ونشوفوا كيفاش نقدروا نخدموا ونوسعوا التجربه. بيان سور باقي بزاف من الدار، باقي خصنا نتلاقاو مع اكثر ديال الاساتذه ونوصلوا لهم اون فورماسيون باش يديروا التجربه مع التلاميذ ديالهم ونتعلموا من هذيك التجربه ونقدروا نابليكيو لكاع لي فونكسيوناليتي اللي يمكن لينا نوفروا لهم نزيدوهم لهم في لا بلاتفورم. انا كنتمنى حاجه وحده هي ان هذا المشروع هذا وهذا التكنولوجي تستعمل في الحوايج اللي يمكن لهم ينفعوا التلاميذ وينفعوا الاساتذه. بغينا الذكاء الاصطناعي يولي وسيله ديال التعليم ماشي وسيله ديال الغش. شكرا جزيلا.